الواحد يرضى بما قسمه الله سبحانه وتعالى له، ما حد غير الكون. الله سبحانه وتعالى لما يخلقك على خلقة معينة له حكمة، فضل بعضكم على بعض في الرزق، ففضل ناس بالرزق، فضل ناس بجمال، فضل ناس بقوة في الجسم بطول، فضل ناس بشخصية جميلة ومرحة. سبحان الله، كل واحد عنده شيء. يعني الرضا بما قسمه الله لك نعمة تؤدي إلى السلام الداخلي.